جوادو 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 حبيبي، قوم أمي قوم. صحنا. ولك يقبرني ولك يقبرني هالوجه اللي مبجبج. ما أحلى، نمت منيح تقبرني؟ يا والله يا أمي مثل القتيل نمت. يا علي يخرب بيت السفرة، 14 ساعة سفر. طيب حبيبي يلا قوم، إجا أبوك وناطرينك على الغداء، طبخت لك أكلات بتموت عليها. يلا 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 حبيبي يلا. صب لك فريكة أمي. دخلي لك أمي، لساته صحني مليان، بعدين جاي من أمريكا مالي جوعان، في أكل كتير، خير الله في أكل هنا. هلا بكل أمريكا في أكل مثل أكل أمك؟ هاي من هاي الناحية يا بي استحالة، أكل أمي لا يعلى عليه. إن شاء الله ألف صحة. معناتها ليش هيك رايح وراجع على السريع دخلك؟ شغل أمي شغل. فايت الشركة اللي عم اشتغل فيها على مشروع كبير كتير كتير كتير. هلا كل المهندسين المعماريين بأمريكا ولك ابني خلصوا حتى ما يقدروا يشتغلوا عنك. أصلا ما كان فيني آخذ إجازة أطول من هيك. معناتها بدك تشد لي همتك، بدي جوزك ومالي مرجعتك على أمريكا إلا وكاتب كتابك. بركي ما لقيت بنت مناسبة. لا تخاف، محضرة حالي وسائلي، عندي عناوين بنات كلياتهم ولاد عيال ومرتبة، وإلا ما تطلع شي واحدة منهم من نصيبك. أصلا اليوم المساء في عنا موعد مع واحدة منهم. إن شاء الله يا أمي إن شاء الله، أصلا أنا تعبت من العيشة لحالي. والله البنت ظريفة، ظريفة كتير، طول وحسن وجمال، إيه ما شاء الله عليها. ما حبيتها أمي، ما حبيتها، دبشة منفوخة نفخ هيك مثل الأمريكيات، تحسيها محشية حشي، ما حبيتها. بس والله مرتبة وأهلها كمان ناس مرتبة. لا واسمها كتير حلو، منال. إيه شو بدي أتجوز اسمها أمي؟ ما حبيتها، ما حبيتها، شو في لي غيرها؟ ما بيمنع، تعرف عليها أمي. بجوز البنت كانت خجلانة؟ Not my style. مو ستايلي أمي، مو ستايلي، خلص الله يخليكي، شو فيني غيرها؟ يلا بخاطرك. لوين أمي؟ رايح شوف رفقاتي. لا 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 مو معقول، ما معقول بمخي، لك معقولة؟ سالم على سنه رمح لبضاي قوي، يتجوز وحدة قوية تضبه، منو هاي البنت؟ بالله رفلك منو هاي؟ لك شو منو هاي؟ وحدة اسمها سمر، بيعرف عمار. ليش هي اللي ضبته؟ بعدين لو ما كانوا أهلها مريشين وهي وحيدة على أربع شباب ما كان بيتجوزها. إيه ها هذا هو سالم اللي بعرفه، ولكن شو؟ يبقى لا مقلسي أنت وياه. أنا عن جد تجوزتها لسمر عن حب. عن حب؟ عن حب وأشياء أخرى. بعلامة ما أبوها حطوا رئيس قسم عندهم بالشركة. وأنت شو؟ مو ناوي تجوز؟ أنا؟ شو قالوا لك عني جنيت؟ أنا النسوان حوالي أمم أمم، بدك يعني اتجوز مشان أصير طبق بالسر؟ لا أنا شايف رح تقضوا سهرة علي، أنا ماشي. لك عود عود يا رجل، حيعمل لي فيها زعلان، جبنة بالسل دافنينه سوا. تخنت لا رفعتها، وأنت أبو الجوز. أنا والله يا شباب عن جد هالمرة يعني مدري شو صار لي، حسيت حالي هيك عايش بوحدة وغربة بأمريكا، فهالمرة جاي أخطب وأكتب كتابي. طلبك سهل كتير، اصلا نص بنات البلد انت حلمهم يا استاذ. انت شاب مهندس وشبوبيه حلوه ومتعلم وبعدين على امريكا، يعني انت اشر بايدك ونص بنات البلد 100 وحده رح تلاقيهم عم يستنوك. لا عمي لا، لا بدي 100 وحده ولا هم يحزنوا، بدي وحده بس، وحده تكون قطه مغمضه، وحده فتحها على ايدي هدول، سيده بيت ربه منزل. Nobody kissed her mouth except her mother، يعني ما باستمها غير امها.
عمل شرفي ما عم فوت بمخي. لك سالم بطوله وبيعرضه يخاف من مرته. الله وكيلك هلكني. من شو هالخوف دخلك؟ ما بعرف. عم سيك دخل لك هالسيجار. منيح اللي اخر شيء ضيفتني. مر عمرك كرتيت. لا 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 يا حبيبي. انا من يوم يومي كريم. بس بتعرف شو؟ هذا سالم بيموت على القرش، بتعرفه. الجماعه جوزوه اياها مع انه ما كانوا بدهم اياه. بس البنت حبته وعشقته صارت تصرف عليه. بتعرف؟ اذا زعلت منه شو بيصير؟ بيلتحش بالشارع مثل الكلب. يا عم حدا بيحط رقبته بايد مرته؟ هلا شيلنا من سيرته، احكي لي على امريكا، شلون النسوان؟ بتصدقلك عمار انه البنات هون احلى بكثير؟ هنيك تحس البنت طالعه من بيتها مسترجله متوحشه هيك، مدري كيف، تحس ناقصها بس تحلق دقنها، من كثر ما بيحشوا حالهم اكل ماكدونالدز وكنتاكي وهيك تحسها مدببه، مره وين لقيت واحده من قدامي متترعبه، طلعت فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قالت لي وات لا المهم ليس على كل الاحوال هنيك البنت بتاخذها لعندك على البيت تقعد انت وياها على عيون العالم كلها، هذا بوي فريند جير فريند عادي، تكت ايزي، ما في مشكله نهائيا، ما حدا بيطلع فيك ولا حدا بيقرب عليك، مو مثل بنات هون معقدين. انت الثاني كنت تجوز لك وحده من هنيك على قليل بتاخذ جنسيه الامريكيه. لا 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 دخيلك، بعيد عن الشر وغني له. هنيك اذا بتطلق الوحده بتطالب بنص املاكك ونص ثروتك، وزنزعجت منك حتى لو بنص الليل بتروح بجيب لك الشرطه بيعفطوك بحطوك بالسجن، وعلى الطلعه والنازله جبت لك جنسيه واعطيتك جنسيه امريكيه، اعطيتك جنسيه ما بدي مشان الله لا بعدك، واذا بدك على فكره بتفتح الباب وبتطلع وبترجع ايمتى ما بدها حتى لو وش الصبح وما فيك تفتح تمك ولا كلمه. انا ما بدي هيك، بدي وحده اذا طلعت فيها اقسمها نصين، اذا قلت لها به توع بارضها. والله هذا الكلام فيه وجهه نظر. شوف لك هاي 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 كيفك؟ هاي كيفك؟ هاي سوسو تمام ماشي الحال، كيفك انت؟ ماشي حالي تمام. شو وين مالك مبينه؟ بدلني تفضلي عندي. تفضلي تفضلي اسمح لي رفقاتي هون، بسلم علينا وبرجع. اوكي 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 اوكي. مين هي لك عمار؟ شي ظريفة كتير. سارة كانت معي بالجامعة، جوزك اياها. شو ها؟ جوزني اياها؟ دخيلك انا، بدك تجوزني وحدة رايحة جاية على البار؟ لا لك ابو جوج، هلا كل مين بيجي على بار صار ما بيسوى؟ لا 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 ما خرجت ها. هلا بنادي لها وبتيجي بتقعد معنا وانت بتعاين. الستايل تبعك اكيد في شيء اوروبي ظاهر من عند ماما. ماما يا سلام صحتك. صحتك. ام سوري ام فيري سوري بدي اتدخل بشغله يعني اسمحي لي اذا سمحتي بس حضرتك عم تحكي عن الحب كانك خبيره الظاهر مرقب على علاقات حب كثير من قبل. طبعا مرة واحدة كانت أيام المراهقة والثانية كانت خلصت من شي سنة ونص. وأنت؟ أنا يعني مو كتير. وأنت؟ أنا كان عندي كم تجربة واحدة منهم كان ممكن تنتهي بالزواج لو كان وضعه المادي أزبط. مو معقول يا شباب، شي بيحط العقل بالكف. صرت شايف مع أمي ثلاث بنات وبمعيتكم تعرفنا على تنتين ثلاثة، لك ما في وحدة عادية، لك كله حابب، شو صايرة موضة ببلد الحمى، كله اللي غايبهم كم سنة، لك شو صاير بهالدنيا، ما في وحدة إلا حابة، الحمى. أنت متخنها كمان أبو الجود، هلا معقول يعني في وحدة بالغة راشدة ما حبت، ما شافت شب، ما التقت برفيقة، ما قال بدا؟ عدم المؤاخذة، بس يعني ما تزعل مني سيد سالم، مرتك قبل ما تحبها كان قلبها دائق؟ وشو فيها يعني؟ وحتى لو كان قلبها دائق بيهمني هلا انه انا وياها تحت سقف واحد وعين الله علينا. بعدين انت دخيلك يا امريكان ونظيف، يعني انت نازل من السماء. لك كلياتهم كل التجربه الكم علاقه اللي عملتهم بحياتي شو عامل انا؟ كم تجربه يا سيدي انت قبل ما تسافر على امريكا مكعي ثلاث ارباع بنات البلد. هي على قامته شو بيضحك؟ بيضحك حط طالعه والنازله طول عمره هيك ما كان يتغير. سيدي على الكم تجربة سيدي أنا كتر ما شفت شوفات بحياتي وكتر ما شفت قصص صرت بدي دور على واحدة آدمية بنت حلال بنت ناس اتجوزها ومستتها ونعيش أنا وياها بثبات ونبات ونخلف بنات وصبيان وشباب وبطلت وشو يعني يعني الانجليش يعني ما بس ماشي حالة ظريفة أصبح حلو. اطلع أنت وياها كم مشوار وتعرفوا على بعضكم. طيب أمي رح أطلع بس الله يستر.
سألي عنها يا أمي للبنت، سألي عنها، والله سمعتها مثل المسك. يو طيب، يعني على فرض أنه صار نصيب بيناتنا، بتعتقد إمكانية أنه أستمر بشغلي بواشنطن واردة؟ هلأ شغل الماركتينج موجود بأمريكا وبعتقد متوفر بأي ولاية. إيه بس أنا قصدي كسورية، بقدر أشتغل بأي شركة وتوظف فيها؟ يعني مثل ما أنت بتعرف أنه أنا هون مديرة قسم الماركتينج بالشركة، فيني أخذ نفس المركز؟ يعني بيعتبروا خبراتنا كتير مناسبة لناخذ عندهم نفس المركز هنيك. والله ما بعرف، بس بهالحالة مضطر أسألك. سألتلك هلأ في بعض الشركات بتاخذ الخبرة العربية وفي بعضهم لا، بس بعد 11 سبتمبر ما عاد أخذوا شيء له علاقة بالعرب. طيب أوكي أوكي أوكي، نو بروبلم، على راحتك، باي 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 باي. أي أمي شو أشر لك؟ بردقاني ولا تفاحة؟ تفاحة أمي، معي حموضة. على عيني. ما قلت لي جواد كيف لقيتها لنور؟ والله ما بعرف يا أمي، هي كربوجة البنت، بس بحس حالي قاعد مع ويتينج شغل، بحس حالي بلحظة من اللحظات قاعد مع بزنس مان، ما بحس حالي قاعد مع ست بيت. ايه ولك أمي لساتها صبية، هلأ فورتها، بنات هالأيام كلهم هيك، كلهم بدهم يشتغلوا، وهن اللي بيتجوزوا منها بتغير كل شيء. بس أمي أنا بدي أتجوزها وأخذها على أمريكا، وأمريكا مثل ما بتعرفي مو مثل هون الشام، ما مثل بزبط. والله ما بعرف، مثل ما بدك، بس أنا برأيي ما تاخد قرارك هلا. على فكرة أنت بنت كتير 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 طموحة، بحسك بتختلفي عن بنات هالأيام. يعني بنات هالأيام بس بيفكروا أنه يتجوزوا ويصير عندهم أولاد، بصيروا ستات بيوت، بيهتموا بالطبخ والنفخ. إيه أنت معك حق، أنا ولا يمكن أكون ست بيت عادية، أنا أهم شيء بالنسبة إلي أنه أنا أحقق ذاتي، بعدين بالله يقلي في أحلى من أنه الزوجين يبنوا حياتهم سوا. خير جواد؟ فيك شيء؟ لا لا ما في. لا يا سيدي، في انه انت بدك تجننا. هلا انت عم بتقول انه البنت مهضومه وبنت ناس وبنت عالم واكابر، ليش ما بدك اياها؟ هات لشوف لك. مو هيك الموضوع، لا اله الا الله، ما حدا عم يفهم علي. انا يا جماعه بدي مرة تكون سيده بيت، ربت اسره، ام ولادي، ارجع من شغلي لاقيها طبخت لي طبخه ظريفه، مرتبت لي اواعيي، كاويتون نضاف، البيت نضيف، بيطير العقل. هيك بدي، مو سيدة أعمال. حلك عندي ولا يهمك. مين؟ رفيقتي ميا مغيرة. برافو عليكي والله يا سمر. ميا هي بنت بتطير العقل فعلا، معك حق. اسمع، بكرة أنا بجمعكم مع بعض وما رح أقلها على القصة، شو رأيك؟ لك شو رأيه؟ لسه بدك تسألي رأيه؟ اسمع، هي معلي أحكي بنوب، بنت مرباي مثل الليرة الذهب، مالك عليها كلام بنوب. شو قلت؟ اوكي. مساء الخير. مساء النور، متعشي ولا حط لك عشاء؟ متعشي امي، هلا انا تعبان فايتنا. امي بكره الله يرضى عليك لا تنسى، بدنا نروح لبيت التسابقجي. اوف على هالنسوه، ما راح يعد عن بالي. بس امي في مجال تأجل الموعد؟ وليش بقى؟ بدي اروح انا وسالم ومرته، بدهم يعرفوني على رفيقة مرته. لا أمي أجلن أنت، أنا عاطية كلمة للجماعة. الله يخليك يا أمي، بكوني فضلتي على راسي إذا بتأجلي، فكروني هالناس عم تهرب. هلا يلا تصبح على خير. ماشي، بعتذر لك من الأمر إلى الله، تصبح على خير. شو بتنقي؟ تركيني أحكي بقى؟ مهم بدي إياكي بكرة تعملي حالك مالك درياني بشي. والله مالي خلاق على هالمواضيع، أنت بتعرفي يا ميا العريس كتير ظريف، أنا ما بدي إياكي تروحي من إيدك، بس أهم نقطة أوعك تفتحي قدامه سيرة رفقاتك الشباب، وإذا سألك على أساس ما كان عندك علاقات أبدا. وليه بقى؟ بصراحة هو يعني شوي معقد، بس شو قال؟ بده وحدة ما باستمها غير إمه، على أساس حيلاقي. هلأ المهم اسمعي، أنا ما بدي إياكي تروحي من إيدك، العريس لقطة وظريف، بلا ما تيجي يا جدبة شي وحدة تخطفه منك. ها أنا عم بنصحك. منشوف.
لا والله البنت ظريفة وباين تفاهيمة وفوق هذا كلياته حلوة كتير. يعني عجبتك؟ اي والله ما سمعتها لما جابت سيرة العلاقات شو حكيت؟ يا هيك البنات يا بلا. حتى لما طلعنا لبرا قلت لها تعي لوصلك معي بالسيارة رغم اني كركت عليها ما رضيت بس طلعت معكم. لحتى تعرف هاي تنقاية مرتي سمر مو حي الله. يا سيدي على العموم الله يوفق تنسفق. تصبح على خير. تصبح على خير. باي باي باي. عجبته مو هيك؟ كثير زاحل عقله فيها. قايمة أنا خبر ميا. طيب واعملي لي فنجان قهوة بطريقك. من عيوني. اسمع أخبار. هات لشوف احكي لي، عجبتك بنت الطباخ؟ شو قلت لي اسمها؟ ميا. ميا. بنت كتير كتير ظريفة على فكرة، إذا شفتيها رح تحبيها إن شاء الله. يا رب يا رب تكون من اسمتك ومن نصيبك. يعني خلاص اعتذر من بيت التسابق جي. لا لا أمي منروح منشوفهم بلكي أحسن. لا يا ابني لا، شو هالحكي هاد؟ بتشوف تنتين بنفس الوقت؟ لك هدول بنات عالم وناس وعم منفوت على بيوتهم ما بيسوى. صحيح في ناس بيعملوها وبيشوفوا أكتر من بنت بنفس الوقت، بس هذا الشيء أنا ما بليقه على بنتي، واللي ما بليقه على بنتي ما بليقه على بنات الناس. إيشو الشغلة فرجة؟ لك لا أمي مو هيك قصدي، بس قلت لحالي بلكي أنت شايفة بنت تسابق جي أظراف. أنا حاببتها بس ما المهم رأيي، المهم رأيك أنت، أنت اللي بدك تعيش معها مو أنا. لك الله يخلي لي إياك يا ست الكل. الله يرضى عليك ويسعدك يا رب. اللي بتقبر قلبي. حكيت للوالدة عنك بالتفصيل الممل، بس بقى يعني تاخدينا موعد من أهلك مشان نقرأ الفاتحة وإن شاء الله الأمور كلها بتكون ظابطة 100%. خلص أكيد رح أخذني من الموعد. مين؟ لك ما عرفتيني يا درساني؟ لازم تعرفيهم من ملمسهم. آه لين هلا. كيفك شو أخبارك؟ لين هلا منصور. اشتقت لي كثير أنا. ماشي الحال، كيفك أنت؟ تسلمي لي يا قلبي. بعرفك جواد. لك حكينا نعملنا شي طلعك، والله مشتاق لك كثير، بيت عليك لشوفك. ان شاء الله يعني اكيد. بتعرفي؟ امبارح كنت انا ونزيل بالشارع. اه والله؟ تذكرناكي وذكرنا ايام الجامعة والسهرات الحلوة والايام الحلوة، لك يخرب بيتك بالطيلة لا هذا من ذوقك. يلا عن اذنكم. باي بنشوفك ها؟ اوكي ان شاء الله. منو ها؟ لك هذا رفيقي بالجامعة ما في شي. رفيقك رفيقك يعني بوي فريند؟ بوي فريند اكيد مو بوي فريند، زميل عادي صديق. يعني ما صديق وملمس ونجمة الشلة والسهرات وال لك هو يعني انه بيعتبر حاله مثل اخي. هيك. يعني اخوك بالاماكن العامة بتتعاملي معه بهالطريقة هي؟ شبك جوجو هلا حبيبي لا تعقدها، اذا هو جلي انا شو دخلني؟ حبيبي هلا المهم أنا رح أخبر أهلي مشان يعطوكم موعد تجوا تزورونا، أوكي؟ مثل ما قلت لك الجماعة كتير أكابر، هلأ بتشوفهم. خذ نفس وسبق بالرحمن، إيه؟ حاج توتر بقى شبك. طيب ماني متوتر أمي ليكني عادي، يلا عادي. إيه خليك عادي. بأي ولاية عايش خالي؟ بواشنطن. بالعاصمة يعني؟ قص العاصمة بلزق البيض الأبيض. وإن شاء الله الحياة مريحة هنيك.
والله ماشي الحال، يعني كل واحد بحاله. تفضلي. يسلموا هالايدين حبيبتي. الله يسلمك. يسلموا هالايدين. يسلموا. وناوي تضلك عايشة هنيك؟ حاليا الحق بقى هنيك، بس بالمستقبل ما بيعرف الواحد شو بصير معه. ان شاء الله خير. من سنتين اشترينا له بيت هون بتوسع دمار، فايمت ما رجع البيت جاهز. البيوت هنيك زراف وشرحين. ايه والله بيت اختي نقلوا لهنيك من مدة. اها ايه، بس والله بعيد بلا سيارة. بس المهم الهوا النظيف، السيارة بتتأمل، ما عاد صفى في مشكلة. معك. البنت ظريفة، ظريفة كتير. لأمه بس هيك، وأهلها ناس مرتبين وظراف كمان. والله عجبتني كتير يا أمي، حلوة. قلت لك من الأول إني حابب لك يا أهلك أمي، لكان حتى تعرف أنا وين باخدك. بس يا أمي ما فتحت تمها وقت ما فتنا لعندهم، يا دوب مرحبا ومع السلامة. معلش أمي، كانت خجلانة. لك هذا دليل إنه البنت مرباية، لأو مرباية على الغالي كمان. يعني قلتك بعد الخطبة وقراية الفاتحة تتفرفد شوي؟ معلوم، نحن نسوان ونفهم على بعضنا. مثل ما قلت لك أمي، البنت كتير ظريفة وأنا كتير عزيتها، عزيتها كتير. يا رب يا رب تجعلها من قسمتك ومن نصيبك يا أحا. الله لا يوفقك، بدك تخرب أبو جوازي. والله لو ما كانت القصة مستحيلة كنت قلت لحالي دافعين لك كومسيون عليها القصة. لك يا عمار، أنا شو بيعرفني إنه مي رفيقة مرتي رح تطلع هيك؟ ما بعرف. وسما بتعرف دخلها؟ هي بتعرف يعني، بس شلون بدي أقول لك؟ يعني هن النسوان هيك بيغطوا على بعض، بيستشرفوا على بعض. كتر خير الله منيح، نفدت بريشي. على العموم أنا صار لازم أمشي. وين وين وين، طول بالك، لسه السهرة بأولها. ولك اتركه شو بدك فيه؟ خليه يروح قبل ما تقفل مرته الباب. لك مش مزبوط الحكي يا ابو السلوم؟ حتى انت يا ابو الجود لا ترد عليه، هذا واحد مثل كشاشين الحمام ما بيتاخذ على حكي ابنه. يلا تصبحوا على خير. بسطوا ايه؟ الله معك الله معك. تتجوز ولالكم. لك حاجتك بقى لك عمار، اخرتك رح تتجوز. مين؟ انا؟ اعوذ بالله، انا بدي ضل فري يا شمادتي فيكم. كاسك. صباح الخير امي. صباح الخيرات، ايه بردت قهوتك؟ تسلم ايديك. ايه امي. حزير شو؟ اليوم حكيت مع بيت التسابقجي وقالوا لي انه نيجي نزورهم مرة تانية. شو يعني؟ ولك شو يعني؟ يعني الجماعة موافقين من حيث المبدأ. بقى حضر لي حالك اليوم المساويات، بدنا نروح نسهر عنده. اتصل ببيع الورد ليحضر لهم بوكيه. اوكي. بس ليك امي، اليوم بتقعد انت والبنت وبتحكي معها، لانه ما رح تطلعوا وتفوتوا، اهلها مهاين عليهم. قال لي شو الطلعه والفوته، وبيناتنا امي والله معهم حق. بالله هيك قالوا امي. امي لا تنقذ من هي القصه، الله يرضى عليك. لك ايه والله البنت بتاخد العقل. وليش لحتى انقذ امي؟ معناها البنت لا فوته ولا طلعه، هذا هو طلبي. ممتاز عظيم. طيب ما فكرتي تشتغلي بعد التخرج؟ لا ابدا، يعني مو مرائي، انا بحب القعده بالبيت والكنكنه. طيب وشو بتعدي بتعملي طول النهار بالبيت؟ شغل البيت، تنظيف، طبخ، انا بحب اطبخ كثير. يا سلام سلام. طيب بتطلعي مشاويات انت ورفقاتك؟ ايه طبعا، بس يعني انا بفضل انه نروح نقعد بيت حدا من رفقاتنا، ما بحب الاماكن العامه. شباب وبنات ها؟ يو شو شباب؟ عفوا تكت ايزي، ليش تحسستي؟ عادي الموضوع، بس كونك درستي ادب انجليزي من الطبيعي يكون في عندك زملاء بالكليه شباب بنات. عادي عادي كثير. لا لا لا، انا ما بحب يكون عندي رفقات شباب، ما بحب. قليله شو عم نسمع عن الشباب شو بيعملوا بالبنات. بعدين انا بنت مربايه كثير منيح، والبنت المربايه لسمالها هي سمعتها،
إذا هي ما صانت حالها ما حدا بيصونها. يعني عليك شو مزوقة فعلا، البنت اللي ما بتصون حالها ما حدا بيصونها، بصيروا كل الناس بدهم يدوسوا لها على طرفها. سلام. بتعرفي انك حلوة؟ بجيب للضيافة. خلص امي، متأكد انه هي هي البنت اللي بدي اياها، ما بقى تشوفي لي حدا نهائيا. ها خلص، روح ان شاء الله يا رب يكون وشها وش السعدة عليك. اهم شيء انك انت حبيتيها. لك ايش حبيتك والله، بنت بتاخذ العقل لك امي شبك. تعال ابو جواد، تعال بارك للعريس. شو هالحكي؟ ان شاء الله الف مبروك يا رب. اعتمدتوا؟ معقول نعتمد يا ابو جواد بدون ما تبارك الموضوع انت؟ على بركة الله يا ابني، الله يهني. حضر لنا حالك ابو جواد، بدنا نروح نخطب البنت ونكتب الكتاب فرد مرة، هيك اتفقنا انا وامها. وحكيتوا بالنقد؟ معلوم لكان شو بدهم 100,000 متقدم غير مقبوض و500 متاخر. وليش المتقدم قليل وغير مقبوض؟ ام جواد ليكون البنت معيوبه. شو هالملافظ هاي ابو جواد؟ بعدين البنت حلوه ومثل القمر، يا حبيبة قلبي ما أحلاها. وأهلها ناس كتير أوادم، أصروا إنه يكون المتقدم قليل وغير مقبوض، لأنه قال هن ما بيبيعوا بنتهم، بالعكس هن شارين رجال. طيب وملبوس بدان؟ الجماعة ما بدون شي، قالوا لي البنت بنتكم واللي بتلاقوه مناسبكم بناسب. خير إن شاء الله، فإذا بكرة اتصلي بالأم وخدي لنا موعد. ماشي. مبروك يا بابا. الله يبارك فيك. علي صوتك شوي حبيبتي، والله ما عم بسمعك. ما بقدر علي صوتي، بخاف اهلي يسمعوني. طيب انا كنت عم اقول لك انه بركي شي مره بتاخدي اذن من اهلك ونطلع انا وياكي نتعشى سوا، والله ما عم بشبع منك. يا جواد انت بتعرف انه انا بعد الثمانية ما بقدر ضل برات البيت، اهلي ما بيهون عليهم. سوري فروحة، انت شو عم تحكي؟ نحن كاتبين كتابنا، يعني عدم المؤاخذه بحكم المتجوزين، يعني ما نك طالعه مع واحد غريب. معلش جواد، أنا أصلاً من الأول قايلت لك إني ما كتير بحب أطلع وفوت، وإذا هلأ كنت عم بطلع وفوت فهو كرمالك. بتعرفي شو؟ شو؟ بحبك. شو قلت؟ بحبك. ألو فرح عم أسكرك. دخيل عيونك أنا، لكن إن شاء الله بتقبريني. لكن لا أصلاً لما أنا تعرفت عليك كان الله مطيان علي. إيه أنا لولاك كنت بتت. لك والله أنت حبيبتي. أي والله. يجي بعت لي حمى إن شاء الله نقصها. إيه يا برايد إيه بكرة بحكي معك، أخي قد ما بدك بيع، ما في مشكلة. هذا كله لأم جواد هاي المرابح. إيه لزوجتي. شو قصتك ابو جواد؟ مرتك بطلها العوايد؟ افترض امي اللي سمعتك مو انا، شو كان صار فيك؟ لك الفها بقى يا جواد، صار لي عمر انا وياها عمرها ما حست علي، هلا بدها تحس علي. لك دخيل الوش ما احلى. بتعرفي شو اكثر شيء بحبه فيكي؟
ما بعرف. عيونك حتى وانت ساكتة بيكونوا عم يحكوا لك. والله لدللك دلال ولهنيكي هنا وحطك على راسي من فوق. خجلتي؟ ان شاء الله بتقبري قلبي. شو عملت؟ شلون بتعمل هيك؟ خلاص عدي ما عملت شيء. شو عملت؟ مسكت ايدك، ايد مرتي هيك قدام العالم بمكان عام. طيب خلاص عدي. انا ما بحب هالحركات بنوم، انت فاهم؟ فرح فرح، شو صار لك؟ إذا بتريد، أنا الحركات ما بحبها أبداً. حبيبتي ما صار شيء، جوزك وعم يمسك لك إيدك، شو صار؟ شرط الزواج إشهار، ونحن لنا عاملين عرس ولا مخبرين حدا، بركي فكسنا لا سمح الله، أنت شاب ما بيعيبك شيء، أنا شو بدهم يقولوا علي العالم؟ ليش نحن شو كنا عم نساوي؟ ما عم نعمل شيء. مسكت لي إيدي وما فيها شيء، بس أنا ما بحب. بكره بصير عندك البيت بعمل اللي بدك إياه. طيب، خلص روقي، خلص مثل ما بدك. خلينا نروح نشرب لنا فنجان قهوة على رواق، تفضلي. لا دخيلك مو هنيك، دخيلك يا الله دخيلك. لما نروح على ابنة تانية هون صرنا فجأة للعالم. شرفي حبيبتي شرفي، ما عاد في لمس ابدا. انت اكيد مجنون، هي وحدة معقدة، كيف بدك تعيش انت وياها؟ تاخذ عقل عمار، تاخذ عقل. لك شو بتاخذ العقل؟ لك ابو الجود، اسأل واحد مجرب ولا تسأل حكيم. إذا مثل ما عم نحكي عمار صحيح هيك كثير. هيك كثير؟ شو دخلكم فيني انتم؟ يا جماعة أنا هذا طلبي. أنا بدي بنت مثل ما بيقولوا بشحمة بجلاتينة بالنايلون تبع، يعني بنت كيف تشرح لك يا رح. بنت تفتح على إيدي، بنت ما يكون عندها هم بالدنيا كله غير إنها تصوني وتدللني وتدير بالي. مرة تكون ست بيت، أم ولادي، وما أدراك ما أم الأولاد، يعني أم الأولاد بدها تكون فاضية للطبخ والنفخ والترضيع والتحفيظ، بحيث إذا بيوم من الأيام خطر على بالي مثلاً حب وعشاء عليها، ما رح تكون فاضية أصلاً. ما رح تتذكر إني رح حب ولا عشاء عليها. إذا طلعت برات البيت وسكرت الباب بتحط ببالك قد ما طولت لحترجع تلاقي وحدة ناطرتك وعم تستناك، مو ناطرة غيرك. عدم المؤاخذة غير هيك ما بتزبط. بقضيها بكرة من أمريكا على تليفونات، ألو يا عمار وألو يا سالم ويا عمار، مشكن على بزورية اشتروا لي ورق إزاز مشتغل يا حب. In English, nobody kissed her mouth except her mother. يعني ما باستمها غير أمها. عشان هيك أنا بلاقي إنه من الأفضل نسكن بحي في عرب. إذا جبنا أولاد لازم نربيهم على عاداتنا وتقاليدنا، مو على عادات الأمريكان التافهة. معك حق حبيبتي. أنا من وصلتي على واشنطن مباشرة رح روح دور على الأحياء اللي فيها عرب، بختار لي بيت جيرانه يكونوا عرب وبيحكوا عربي. ولا يهمك، عن إذنك لازم. مو معقول عن جد في عالم ما بتستحي. همي عم تحكي؟ واحدة قاعدة برا بعرفها من أيام الجامعة، يخرب بيتها شو فلتاني. الله وكيلك من شب لشب. أي واحدة منهم؟ والله ما عرفتها. اللابسة أبيض. طيب ماما، طيب على عيني. طيب ماما، أنا نشرت الغسيل قبل ما أطلع، لو سمحتي تلمي بركي نزلت مطر. طيب ماشي ماما، ماشي على عيني. أهلا. عفوا، في شيء؟ لا عفوا، عن شو كنا عم نحكي قبل ما فوت؟ كنا عم نحكي عن عادات الأمريكان التافهة. ايه صح، نسيت. لا انا ما اقتنعت وانا معه. هلا انت عم بتقول بذات نفسك انه كان في وحده ثانيه لابسه ابيض واحده بالكافيه، يعني ممكن يكونوا عم يحكوا عنا. يا اخي بركي هي ما شفت شو صار وقت نية. لك يا اخي طول بالك، مستحيل تكون هي. ما حبس بالك، يعني وحده بتخجل لما بتلمس لها ايد او بتمسكها، مستحيل تكون هي.
بلكي هي ما بعرف يا شباب، انا قلبي ناقزني. طيب شو بدك تساوي يعني؟ اخي انا رايي تستنطقها. اسمع الحكي، لك شو استنطقها ما استنطقها؟ على اساس اذا حكيت معها يعني حتعترف وتقول لي والله انا بنت فلتاني ومن شب لشاب. طيب واخرتها، شو بدك تساوي؟ رح راقبها. وانتو اثنين تحديدا بدكم تراقبوا لي اياها. شو هاد؟ شايف رح تلعبنا شرطه وحراميه؟ لك شو بكم يا شباب؟ شو بكم؟ هي المره صارت مرتي، يعني لازم اعرف كل شيء بيصير عنا. اذا ما بدكم تساعدوني بهذا الموضوع خليني اشوف غيركم عمي. اخي انا سالت عن البنت، ومو سالت حي الله حدا، سالت جماعه ساكنين بنفس البنايه عندهم، قالوا لي البنت كثير مسموعيات نظيفه، بعدين اهلها ناس اكابري ومربينا على الغالي. ليش مين قال لك تسال؟ شلون مين قال لي؟ قلت لهم في واحد قرايبي بده يخطبها. يا حبيب قلبي، ومتوقع يقولوا لك الحقيقه اذا قلت لهم هيك يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ابو الجود لا تجنني، يعني انت ليش مصر انه في حقيقه وما حدا بده يقول لك اياها؟ صدقني البنت مثل اللي ردها. وهيك قلت لي عن ميا؟ طلع موبايلها، طلعه واتصل فيه على اساس معجب. يلا يلا. لك ابو الجود والله لك خلصني بلا غلاظه. لا حول ولا قوه الا بالله، ما رح ناقشك. مساء الخير أنسي فرح. مساء النور، مين معي؟ كيفك؟ منيحة، مين معي؟ لا الحقيقة يعني أنا حدا بيعرفك كتير مليح، بس أنت ما بتعرفي. مين حضرتك؟ فيك تقولي معجب فيك كتير. ها ياريت تسكر وما بقى تتصل على هذا الرقم. شفت؟ هي سكرت بوشي، ولولا شوي يمكن كانت تسبتني لحتى تعرف. لك اتصل مرة تانية، إن شاء الله متوقع إن أول مرة تحكي معك. اتصل مرة تانية. يلا أوه علينا. الله يخليك، لا تحرجني أبو الجود، والله عم تحرجني. إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي عم تدفع شي من جيبتك؟ أنا هلأ بشي لك كرت وحدات. خلاص احكي معها، احكي. طيب عم برن؟ ما عم ترد. طبعا ما هي شافت الرقم. الو، معقول يا انسي فرح؟ معقول تسكر الخط بوشي؟ ما نحن عم نحكي. لك انت واحد قليل ادب وما بتستحي على دمك، قسما بالله اذا لسه مره ثانيه بترجع بتتصل على هذا الرقم ليكون بكره رقمك مفصول، عم تفهم؟ ثبتني. شفت؟ معناها البنت كثير مسموعياتها ظريفه. لك يقطع عمرك، لك يقطع عمرك، اتصل فيها مره ثانيه. اتصل كتير، بعرف هي النوعيات، بجوز عم تتقل. لك يا أخي رح تجنني هيك، أنا ما بقى رح اتصل فيها. وبتصدق ولا عمرك ما صدقت إن شاء الله. بعدين أخي خلي عمار هو اللي يحكي معه، نزلني أصلا أنا تأخرت على بيتي. باي. هاي بشو مع الرفاق؟ إمتى مراخدك اليوم؟ لا والله يا حبيبي ما رح أقدر اليوم، وعدت رفيقتي سوها مشان روح لعندها. شو عرفني؟ قال أبوه وأمه متخانقين مع بعضهم، هيئة رح ينفصلوا. أيوة بقى وعدتها إني أمرق لعندها على البيت، قلت بركي المسا باخدها ونطلع شي مشوار. خطي. أيوة دخلك. وين بدكم تروحوا؟ والله ما بعرف، عم فكر آخدها على هذا دريم كافيه. وفيني إجي أقعد معكم؟ هلا اذا بدك ايه ما في مشكله، بس بركي هي كانت متضايقه وما انا حابه تشوف حدا. طيب وامتى بتخلصي؟ والله ما بعرف، على كل انا بس خلص بحاكيك بركي بنلتقى اذا كان معي وقت. يلا حاجه نحكي على الموبايل، بدك شيء؟ اديري بالك على حالك، الله معك. الو مرحبا ابو عمير، بدي منك خدمه دخيل عينك، تراقب لي فرح وين ما بتروح وين ما بتجي، بتتصل فيها بتلحقها من قرنه لقرنه، الجرادين بلشت تلعب بعبي ما عاد فيني. استر عرضك يا ابو عمير. يا حبيبي
حريفك يا ابو الجوج. هاي مرق اسبوع على القصه، لو كانت البنت مصرصعه كانت على قليله حكت معي تليفون، كانت عطتني وش. سيدي الله يطمنك. والله يا فروحة أمي زعلانة منك كثير. ليش؟ لا سمح الله أنا عملت شيء زعلة؟ لا بس قال أنت سارقتيني منها وصار ما عم تشوفني نهائيا بسببك. معلش لا تزعل لو سمحت. صايرة كني مانك نفعانة ها؟ والله أمك عن جد كثير ظريفة وبتنشرب مع المي العكرة. إي أنا آسفة ما ضيفتك شيء، عاملة توت شامي بتحبه؟ معقولة تكوني أنت عاملتيه من تحت إيديكي وما حبه؟ طيب على عيني. يا ابو عمير اخي خلاص هاي البنت قطة مغمضة. وصلت لواحد بنت دفعتها بالجامعة وقال لي انه بيعرفها وقال انه هاي البنت مثل الحيط، لا بتهش ولا بتنش ولا بتخلي حدا يدش. منيح هيك انبسطت؟ الله يطمنك يا ابو عمير، تعبتك معي ما هيك؟ ما تواخذني، أخذت من وقتك كثير. ولك يا أخي أنا وقت أنا وقت. يعني اتصالاتك فيها وروحتك وجيتك وراها عم تشوفها مع مين رايحة ومع مين جاية. إيه دخيلك على أساس أنا لازميني الـ 24 ساعة كلهم. حبيبي بس بدي أقول لك يعني إنه أنا شايفك هاي البنت مو خرجك. يعني عن جد هي ناشفة كثير ما؟ وهو المطلوب لك. هاي فرح جاي حفر وتنزيل لك ابو عمير مثل ما بدي تماما. وحده جدبه هبله. اذا بلا اللبن اسود اللي اسود، اذا بلا اخضر اللي اخضر. لك شو بدي بوحده قوي مو شايفه شيء بحياتها؟ اذا بشوف وحده قويه غيرها بتعوفني حالي، بتدبل لي قلبي. هي المره للبيت وللاولاد وللطبخ والنفخ وبس. بتصطفل. الله يهنيك يا سيدي. الله معك، مع السلامه. تفضل دوقهم واعطيني رأيك. لك بدون ما دوقهم بيطيروا العالم. الله يسلم الإيدين. لك تسلم لي تسلم لي، شو دمك خفيف. طيب يا عمري يلا حاجتنا حكي على الموبايل ما؟ ايه صار وقت نومي كمان. كيف؟ بالله شو؟ ليش شو بدي أحلم من إني أتصبح بصوتك الحلو؟ أي طيب، وإنت من أهله؟ أي وصلت؟ طيب ماشي أوكي. باي. أي جواد؟ مع مين لك ساعة عم تحكي؟ مع سهى رفيقتي. حرام لساتها متضايقة كتير. اها سهى رح ابلش غار منها لسهى انا ها؟ لا شو بنا جواد، وحياتك ما حدا بيقاسمك على قلبي حبيبي انت. شي شو دو لشوف شو اخرتها معك. والله يا ابو الجوج انا خايف عليك تمل. يعني معقول تعيش مع هيك وحدة؟ دوايك وهي دوايك. انت ليش اكل همي كل هالقد؟ يا سيدي مل منا، وين المشكلة؟ مليان بنات معبر، شو بدك اعسر من هيك؟ الوحدة صعبة كتير بالغربة يا عمار، الله لا يدوقها لحدا. امين. بنجوسي. لا عبلش. يعني والله ما بعرف، حاسك عم تورط حالك بشغلة مالك قدها. هلا إذا جبت شي شو سي بلقطك ها. يعني نقي لك شي وحدة غيرها، ها؟ بيجطرت. حبسناك. بصحتين. سيدي، حتى لو ما عاد بدي. كتبت الكتاب ومشي الحال. لحظة لرد على المسج. لا تغش. يا الله يا الله ليش هيك صار في؟ بس لو مسبق شهر. إيه أنا لو علي من بكرة بفسخ الخطبة، بس أهلي
أهلي جابريني بهذا اللي اسمه جواد، وعلى قولة مهندس عمارة وإمكانياته المادية منيحة وكان عايش بأمريكا. ليش أجيت؟ ليش أجيت وخليتني أتعلق فيك؟ أنا كل يوم عم بتعذب لحالة، شوفت جواد كل يوم بخلقتي عم تقتلني، خصوصي لما أفكر إنه أنت ممكن تكون محل. وأنا كمان بحبك. خلص أنا أخذت قرار، من بكرة رح أنهي كل شيء. بعدنا على موعدنا المساء؟ لا تقولي لي ما أخذت إذن أهلك؟ طبعا حبيبي أخذت إذن أهلي، أصلا أنا كتير مشتاقة لك وحابة أشوفك. أنا بدي أفسخ الخطبة. نعم؟ مثل ما سمعت. طيب ليش؟ شو الأسباب؟ هيك فجأة؟ فرح؟ قولي لي إنك عم تمزحي. أبدا. ايه حبيبي تفضل. امان فرح، منو هذا اللي عم يحكي معي؟ مثل ما سمعت. عمار في أمرك ولو؟ شو ما بتعرفه؟ عمار اللي بعته وراي مشان يراقبني ويحاكيني تليفونات لحتى تختبر أخلاقي. أعطيته شوية ريق حلو صار مثل الخاتم بإصبعي، وطبعاً أنا ما بدي منه شيء، فشر لأنه من أشكالك وأشكاله ما بعاشر. بحب اقول لك يا سيد جواد انه انا بينقال عني مهذبه ومرباية مو هبله. اشربوا قهوتكم.